أهلين وسهلين بابا، وين كنت لهلأ؟ عم سكر الحسابات اللي حضرتك تركتها مفتوحة. ايه هيك الولاد بيخلوا أبوهم يصير شحادة وبيخلوا يصير وزير وشغلة كبيرة. شو اللي صار؟ بالنهار كنت مروق منيح وكنت مبسوط كتير بالمطبخ، انت شو عم يصير معك؟ مشان الله، مرة بشوفك طالع وواصل للقمة ومرة بشوفك نازل لصابع أرض، شو انت ما عندك حل وسط؟ ما بحب الوسط أبدا، الوسط للناس العاديين. واضح. والله بحب هنيك بابا من قلبي، عملت حركات وخزعبلات وتهديد وابتزاز وبعدها خليتني غير إفادتي. أنا اللي جبرتك ما؟ ليش غيرت إفادتك؟ كنت خايف يجوا ينتقموا؟ خفت على المصاري والجاه تبعك؟ ما بعرف شو اللي خلاك تروح تغير إفادتك. طيب ليش غيرت إفادتي؟ ما بعرف، بس انت بابا اكيد عندك جواب لهذا السؤال، ما هيك؟ طبعا. شفت؟ طيب ليش غيرت افادتي؟ قول شوف. لانك تعرف حالك هلا خسران، بس حتى ما قدرت توقف قدام حالك وتعترف بفشلك، ولما هددتك بالسلاح والبصمات اللي عليه عملت حالك قبضاي، بس كنت مرعوب وخايف قام رحت غيرت افادتك. إنك تكبر راس على حالك فعجد هاي مصيبة، لك أنت أناني حتى على حالك ولهلأ عم تكذب. أنت اللي قلت أني عم هددك طول الوقت، وإلا أنا لازم حارب مشان الحب وأكيد رح أربح مهما طول هذا اليوم، بس أنت الموضوع محيرك وتعبان وبدك شي حل، مو هيك؟ يا سلام يا سلام يا سلام. ليكو فكرة ليكو طلع بيفهم بكل شي، فكرته ما بيفهم بالحالة النفسية، عم طلع معالج نفسي. بلا ما نروح هالفرصة خلينا نبلش الجلسة، رح نبلش بالطفولة مو هيك؟ ليك رح احكي لك عن طفولتي. لما كنت ولد صغير كان في عندي أب ومات، أنا اللي قتلته، بس اكتشفت إنه مانو أبي أصلاً، وبعدين ظهر أب جديد أضرب من يلي كان قبل. القديم كان بيضربني كل يوم كل يوم، وبدون ما يقول إنه هذا طفل كان يضربني دائماً. لك ريحته كانت بشعة كتير لهالحقير، كانت ريحته بشعة لدرجة إنه كان وحش بكل معنى الكلمة، بكل معنى الكلمة كان وحش، فهمت؟ بعدين أنا ما عرفت أمي نهائياً، ما شفت لأمي بكل حياتي، ولا حتى عرفت شو يعني حنان الأم كمان. أنا حياتي طلعت أكبر كذبة بالدنيا كلها. طلع سمك كمل، بهالطريقة هاي بس بتصير أحسن، قوي قلبك وطالع اللي عندك. ضحكت عليكم كلياتكم، ضحكت عليكم، لعبت عليكم كلكم، فكرتوني انغلبت، بس أنا ما بنغلب نهائيا، ما رح تخلص اللعبة لحتى فيدات صاير هو يلي إش الكل آخر شي، فهمان يا فكرت ولا لا؟ أنا ما بخسر، أنا ما بخسر أبدا، أنا بربح، أنا ممكن انهزم انهزامات صغيرة بس بربح بالآخر، فهمان؟ أنا اللي بحط قواعد اللعب يا فكرة، أنا اللي بحطن، فيدات صاير هو يلي بحطن، فهمان شو قلت؟ رح أذكرك، خلينا نبلش، قاعدة صاير رقم واحد، قاعدة صاير رقم واحد، شو كانوا قواعد صاير؟ لا عم مو متذكرن، شو صار لمخي؟ ليش هيك ما عم بقدر أتذكرن؟ قواعد صاير الخمسة نسيانن، قاعدة صاير رقم واحد، لا عم ما عم بتذكر، هدول قواعد صاير. الله يلعن حظي، يلعن هالحظ، يلعنه. معقول مو متذكر قواعد صاير؟ الله يلعنك، الله يلعنك، قواعد صاير، هدول قواعد صاير مو متذكرون، لازم تتذكر قواعد صاير، لازم تتذكرون بسرعة، لازم تتذكر قواعد صاير، لازم تتذكر، لازم، ما فيني انسى،
ما فيك تنسى أبداً. شوفي شو اللي بعرف دائماً. أنا ما بخسر، أنا اللي بحط القواعد، قواعد الصيانة هدول ما فيني انساهم أبداً. الله يلعن حظي، الله يلعنك يا بنات، الله يلعنك يا بنات. هدول قواعد صير الخمسة كيف بتنساهم يا بنات؟ هدول قواعد صير. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.